السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لبس عليكم بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. عواشركم مبروكه ورمضان مبارك، دخل علينا بالصحه والهنا ان شاء الله يا ربي امين. المهم البنات، هذا الشهر هذا غتسمعوا منا غير شهر غير رمضان مبارك وعواشركم مبروكه، داكشي اللي غادي تسمعوا هذا الشهر كامل. المهم البنات، اليوم ما غادي نوريكم لا شهيوات لا ماكله لا حتى حاجه، غنوريكم غير المشتريات ديال اكسيون. كنتمنى يعجبكم ونوريكم المشتريات اللي خديت من اكسيون. صراحه عندهم الاكسيون حويجات زوينين. كاينين هادو البنات ماشي جوج اورو 99، خديت منهم 6 يعني كاينين موجودين. تقدر تستعمليهم لاي حاجه، تستعمليهم في تقطعي عليهم الخضره، تعمليهم في الصباح، تقدمي فيهم الفطور، تقدمي فيهم في شهر رمضان ان شاء الله اي حاجه، المسمنات، الخرينق، البغرير، اي حاجه تقدميها فيهم يعني كيجيو صراحه حلوين هكذا. خديت منهم 6. وشنو خديت البنات؟ هادو هذا علاش عجبني هذا، فيه العبر هكذا كتهزي بالعبر، وعندها هاد الغطايه هكذا يعني تقدري تطحني فيه اي حاجه، الكريم فريش، كيك، ولا شي حاجه بغيتي تعملي شي كيكه ولا شي حاجه كتطحني فيها. يعني صراحه كتجي هكاك مجموعه، صراحه حاجه زوينه عجبتني خديتها. المهم البنات، انا حتى هادو خديت، هادو خديت منهم جوج لان هاد شهر 5 شهر 6 شهر 7 غيكون الحل زوين، غادي الشميشه هادي بنادم غادي نبقى نستعملو غير باربيكيو على برا. هادو طعمي فيهم الخضره، هادو بطاطا هكذا صغيره مسلوقه وكتشرمليها وكديريها على الفحم، وحتى هذا عاود كديري فيها الخضره. دابا ندير معاكم ان شاء الله شي نهار نعمل باربيكيو على برا، نشوي على برا ونوريكم الطريقه كيفاش كنستعملها بطريقتي انا. خديت منهم جوج. وكاينه البنات، نوريكم الاول حوايج ديال الكوزينه. خديت هذا، حتى هذا زوين تقدري تحطي عليه الطار، تحطي عليه اي حاجه، ولا البريوات، ولا اي حاجه تقدمي فيه، حتى هو حاجه زوينه يعني فورماج، اي حاجه باشكال فورماج ولا هذه كيدور بحال هاد الشكل. شنو خديت هذا؟ خديت منهم 7 يعني تعملي فيهم الفريت، كتحطو هكذا زوينين صراحه، ماشي غاليين يعني رخاصين. شنو خديت اخر؟ ودابا غنوريكم هذا واحد الحاجه، هذه كاينه في اكسيون، انا لقيت غير وحده. اكسيون اخرين غيكونوا بحال هذا الشكل ديال الناموس، شريتها البيت ديال بنتي، هاكي دايره صراحه زوينه، ماشي غاليه غير شي 9 اورو هكداك. وخديت هذا غنوريكم، هذه كتجي على الناموسيه بنتي على فوق الفراش هكذا، عجبتني بزاف. هاد فيها هاد القلوبه هكذا كيبري صراحه زوينه، حتى هي شي كيكه كبيره، العبار ديال ان بيرسون ماشي كبير، ماشي صغير، ماشي كبيره كبيره بزاف، يلا واحد الناموسيه هادي. وخديت هذا حتى هذه زوينه عجبتني بزاف، كتعمل الضو في الليل فاش كي تطفي الضو كتشعلي الضو، يعني كيجي واحد الضو زوينه الصراحه في الليل. ها هي من كتشعل من هنا، وفيها باتري ديالها اللور. خديت هاد الروز، وخديت هاد كولور هكذا لولدي، ولكن الصراحه انا كنت باغيها في الابيض، ما لقيتش كولور ابيض، ولكن غادي نشوف كيفاش نحاول نصبغها، نشوف كيفاش نحاول نصبغها كاين كولور في اكسيون، غادي نحاول نصبغها بالابيض. هاكي كاين، هاكي جات، هذه كتشعل الضو صراحه، فيها الباتري اللور. وخديت البنات
هاد الباليزه هادي صراحه عندها السيرو ديالها وكتحب بحال هذا الشكل. تعمل فيها سوسوار ديالها لبنتي، ديتها لبنتي الصغيره صراحه عجبتني بزاف. تعمل فيها سوسوار ديالها. شنو خديت البنات؟ كاين هادو خديتهم حتى هادو البيت النعاس ديالي، وتقبل تعملهم حتى في الصالون ماشي مشكل، في ما بغيتي تحطوهم. هادو ديال كريستال، كاينين ديكوراسيون ديكور اخر على هذا، ولكن انا خديت في هذا الديكور هذا على هذا الشكل. وخديت معاهم هادو صغارين، ما خديتهمش في الكبار، انا عجبوني في الصغير هكذا كيشوف حلوين بحال هكذا. شتي كي كيجيو زوينين صراحة في البيت النعاس. هادو وكاين البنات خديت هاد الغيادر هادو. انا علاش خديتهم غادي نستعملهم هنايا عندي هنايا في الدخل، ماشي في الدخله، غنعملهم في الايطاج الاول والايطاج الثاني. خديت خديت ثلاثه منهم، يعني الصراحه عجبوني بزاف. غنعملهم غير في كولوار هكذا، لان عندي انا كوادروات كحل ديال مع الدروج غادي يجيو مع هاد الكحل هكذا. شي نهار نوريكم كيفاش عندي انا في الدروج هكذا الدخله. كاينه خديت منهم ثلاثه، كاين هاد كولور وكاين بيج، صراحه عجبوني بزاف خديتهم. وشو خديت البنات؟ خديت هاد كوادرو هذا، نحيد هذا شويه. كوادرو هذا كتعلق، كتجي الصراحة زوينة حلو بحال هكذا. كاينين كولورات خرين ولكن عجبني هاد الكولور هذا صراحة زوين. ماشي غير شي 19 اورو هكذا كيدير. وشنو خديت اخر؟ هذا خديت هالبيت النعاس ديال بنتي، كيعمل حتى هو الضواو هنايا. هذا الباتري ديالها، هي هنايا باتري. و شنو في الاخر؟ هذا كل واحد بوحده، يعني انا بقيت نلصقهم في البيت النعاس ديال بنتي الصراحه، غيجيو حلوين زوينين هكذا فوق الناموس، ماشي فوق، يعني في واحد الجنب هكذا، كيجيو زوينين صراحه، راه عجبوني بزاف. كاينين فيهم الابيض وفيهم المقرين هكذاك، ولكن خديت انا هاد الكولور هذا. تتعملوهم حتى في الصالون حتى كيجيو زوينين صراحه. وشنو خديت البنات؟ هذا كاينين هادو ديال الكوزينه صراحه، حتى هادو زوينين، يعني كيجمعوا الماء هكذا، كيعجبوني هادو اللي كيجيو بحال هذا الشكل، هادو زوينين الصراحه. ونوريكم هذا حتى هذا خديته لبنتي، هي ما خلاتنيش باش عجبات لها، بقات حيدات لها الكرتونه ديالها. كيجي بحال هذا الشكل كيجي، تعمل فيها الخواتم ديالها ولا شي حاجه هكذا، سوسوار ديالها فيها هادي. هادي الصراحه زوينه. كاين فيهم كولورات اخرين، انا خديت الروز، كاين كريم، كاين فيهم كريم، انا خديت منها الروز على الشكل. وشنو خديت اخر؟ هذا ديال الغطا الصراحه حتى هذا زوين. وهذا الشيء ما خديته البنات، يمكن هذا الشيء اللي خديت. المهم البنات، انا وريتكم شنو كاين في اكسيو وشنو خديت من المشتريات ديالي.
كنتمنى يعجبكم. و اش غادي نقول لكم؟ وما تنساوش اللايك والاشتراك. وبسلام عليكم البنات، حتى الفيديو المقبل ان شاء الله. بسلامة.